الرمال السوداء واحدة من أهم مصادر العناصر والمعادن اللي ليها قيمة اقتصادية كبيرة، إلى جانب قيمتها وأهميتها الاستراتيجية، لأنها بتدخل في العديد من الصناعات المتقدمة، ولأنها بتحتوي على مجموعة من النظائر النادرة ذات الطبيعة الإشعاعية، فالبعض بيطلق عليها الرمال المشعة. والمناطق ذات المخزون الكبير منها ليست بالكثيرة حول العالم، ولكن لحسن الحظ اكتشفت في بعض المناطق الشاطئية بعالمنا العربي. ايه هي الرمال السوداء وما هي اهم المناطق التي تتركز فيها هذه الرمال حول العالم؟ اهلا بكم وكل التحية لحضراتكم. الرمال السوداء في أبسط تعريف لها هي رواسب لمعادن وعناصر طبيعية موجودة بالأساس في تربة بعض الهضاب وصخور الجبلية القاعدية، بتتنقل على مر السنين بفعل الرياح والتيارات المائية السطحية والعميقة لتستقر في النهاية على ضفاف الشواطئ البحرية وعند المصبات النهرية، وبتحتوي على عدد كبير من العناصر والمعادن المهمة مثل عنصر الألمونيت والذي يستخدم في إنتاج معدن التيتانيوم اللي بيدخل في العديد من الصناعات ذات الطابع الاستراتيجي مثل صناعة هياكل الطائرات وسبائك الفروتيتانيوم التي تدخل في صناعة المحركات والصواريخ ذات الارتفاعات العالية، وكذلك في هياكل الغواصات وقضبان السكك الحديدية. مادة الروتيل وهي المادة الأساسية اللي بتعتمد عليها صناعة البويات ومواد اللحام. عنصر الزيريكون اللي بيستخدم في الأساس في تصنيع السيراميك والبورسلين والأجهزة الحرارية، ولأنه يتميز بقدرة عالية على امتصاص النيترونات فإنه يدخل في صناعة المفاعلات النووية كما يدخل في صناعة الصواريخ البالستية. معدن المونازيت وهو من المعادن المشعة ويعتبر من المصادر الرئيسية للعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في الصناعات عالية التقنية التي تعتمد أغلبه على الإلكترونيات. عنصر الكروميت وهو من العناصر الثقيلة اللي بتدخل في العديد من الصناعات العسكرية. مادة السيليكا الثقيلة بتستخدم في الأساس في صناعة مواد الصنفرة. عنصر الثوريوم وهو من العناصر والمواد الطبيعية الإشعاعية ويدخل في صناعات المفاعلات النووية وبعض الصناعات الطبية. مادة الجرانيت بتستخدم في صناعة فلاتير المياه وفي أغراض الصنفرة. عنصر اليورانيوم وهو أيضا من العناصر المشعة التي تستخدم في إنتاج الوقود النووي ويدخل أيضا في صناعة بعض الأجهزة والمعدات الطبية. مادة الماجنتيت وهي بتدخل في صناعة الحديد الأسفنجي وتغليف أنابيب النفط. معدن الذهب حيث يقدر بحوالي نصف جرام من الطن الواحد في الرمال السوداء، إضافة إلى ذلك عدد كبير من الأحجار الكريمة التي تتواجد في الرمال السوداء مثل الألماس والبريل والكروندوم وغيرها. والشواطئ الأهم حول العالم اللي بتركز فيها كميات اقتصادية من رواسب الرمال السوداء هي شاطئ مورويواي في نيوزيلندا اللي بيمتد عليه طبقة كثيفة من الرمال السوداء لنحو 37 ميل، وهو غني بمزيد من العناصر والمعادن والمواد البركانية وبخاصة التيتانيوم والحديد. شاطئ بونالو في هاواي وهو أيضا من أهم الشواطئ المميزة بالرمال السوداء في العالم.
والتي نشأ أغلبها بواسطة الحمم البركانية التي تصب في المحيط ثم تبرد. شاطئ كهانة في هاواي أيضا، وهو أيضا غني برواسب الرمال السوداء، وتتكاثر في مياه الدلافين، لذا يطلق عليه البعض اسم شاطئ الدلافين. شاطئ الأمير ويليام في منطقة ألاسكا، حيث تتلاقى المياه التي تنساب من الشلالات والأنهار الجليدية مع مياه البحر. شاطئ لوست كاست ديد في ولاية كاليفورنيا، وهو شريط ساحلي ممتد على مساحة تصل لنحو 80 ميلا طولا، وبيوفر إطلالة غاية في الجمال والروعة لعشاق التأمل في الطبيعة، حيث تتعانق الرمال السوداء مع المياه الزرقاء الصافية مع القمم المحيطة به. شاطئ فيك في الجزء الجنوبي من أيسلندا. أما في عالمنا العربي فقد اكتشفت احتياطات مهمة من الرمال السوداء في دلتا نهر النيل بشمال مصر، خاصة في مناطق رشيد وبلطيم والبرولوس، وأيضا في شواطئ خليج عمان وبحر العرب الممتد من سلطنة عمان إلى جنوب اليمن، ومناطق في السواحل الشمالية والغربية للمملكة المغربية، وكذلك في منطقة سيلة في شمال السودان. أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليق أسفل الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء. نسعد بكم ونتمنى لكم كل السعادة، وتقبلوا خالص تحياتي.